في عام 2017 دخلت عبد اللطيف جميل في شراكة مع رائدة الابتكار اليابانية سايبرداين لاستقدام أحدث تقنيات الشركة إلى المملكة العربية السعودية، وتحديداً إلى مستشفى عبد اللطيف جميل بجدة. ساهمت تقنية الأطراف الهجينة المساعدة أو هال التي طورتها سايبرداين في اختراع جهاز فريد من نوعه لعلاج هيكل الجسم الخارجي، حيث يستخدم لعلاج المرضى الذين يعانون من إعاقات جسدية ناجمة عن إصابات الحبل الشوكي وإصابات الدماغ الرطحية والتصلب المتعدد وأمراض أخرى في الجهاز العصبي المركزي والجهاز العصبي العضلي. جانا الدكتور قال للوالد عبد اللطيف جميل جابوا جهاز جديد ولدك علاجه فيه، يعني كانت كأنه هدية وجتني من السماء. إحنا أول مستشفى يمكن في الشرق الأوسط قامت بتطبيق هذا البرنامج. يتم التحكم في الأطراف الهجينة المساعدة من قبل مرتديها عندما يعتزمون التحرك. يمكن لأجهزة الاستشعار المثبتة خارج الجسم اكتشاف الإشارات الكهربائية الحيوية الخافتة التي تعكس رغبة مرتديها على سطح بشرتهم. الأهم من ذلك، حتى بالنسبة للمرضى الذين يجدون صعوبة في الحركة، يسمح لهم هذا النظام الفريد بأداء الحركات التي يرغبون بها بأوامر طوعية منهم. الجهاز كان بيوصل الرسالة للمخ: يا هناء أمشي، يا هناء لا توقف، أمشي تحركي، غصباً عنك حتمشي يا هناء. تنشئ الأطراف الهجينة المساعدة مساراً للإشارات التي تصل إلى العضلات لإحداث استجابة ذات مغزى من خلال الحركة. هذه الحركة يمكن أن يشعر بها مرتدي الجهاز وأدمغتهم عبر إغلاق حلقة من الإشارة المهمة في إحداث المرونة العصبية، وهي ضرورية لسلامة وظيفة الحركة. بديت أسوق السيارة أحسن من أول. المرونة العصبية هي قدرة الشبكات العصبية في الدماغ على التغير من خلال النمو وإعادة التنظيم. تتضمن هذه التغييرات مسارات الخلايا العصبية الفردية وإنشاء روابط جديدة وإجراء تعديلات منظمة مثل إعادة رسم الخرائط القشرية. في البيت بديت تتحرك شوية شوية، بديت أطلع الدرج حبة حبة. في الواقع هذا العلاج التأهيلي المعتمد على تقنية التعلم الآلي يساعد دماغ المريض والجهاز العصبي على إعادة التعلم واستعادة الوظائف المفقودة. I start walking little little without any assistive device. كل مريض كان بياخد حوالي 3 شهور فترة العلاج بتاعته، يعني ادينا أقصى درجات التدريب أو التطبيق من الجهاز على المرضى. كان في تعاون بشكل مستمر واتصال بشكل مستمر مع اليابان وألمانيا، وكان بعرض النتائج اللي حققناها ودراستها في اليابان أيضا وتقييم النتائج اللي تم تطبيقها، وبالتالي ظهرت نسبة تحسن في الحالات أكثر من 85%، ودي كانت حالات يأسة جدا من الوضع اللي كانت فيه. في عام 2019 اتفقت عبد اللطيف جميل وسايبرداين على توصيل نطاق تعاونهما بهدف زيادة فرص الوصول إلى أحدث التقنيات المبتكرة لإعادة تأهيل إصابات العمود الفقري للمرضى في جميع أنحاء منطقة الخليج، وأصبح مستشفى عبد اللطيف جميل مركز تدريب إقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي. تم استخدام الأطراف الهجينة المساعدة لسايبرداين في الدراسات التي أجريت في 3 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة السعودية، وكانت النتائج وردود الفعل إيجابية إلى حد كبير. رجعت عملي، رجعت أمشي، رجعت أمارس الرياضة. يتحول حال المريض من حال إلى حال تاني خالص. أتوقع دي هتبقى تقنية هي المستقبل اللي جاي. Cyber didn't really have a great impact on my life.